بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الحبيب المبعوث رحمة للعالمين. وأبدأ مباشرة مع أبي هريرة تلميذي طفيل بن عمرو الدوسي الذي رأينا في الحصتين السابقتين كيف جاء إلى هنا إلى مكة وأسلم وأعلن إسلامه بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبدأ يدعو قومه إلى الإسلام وحاول معهم بشتى الأساليب، فلم يسلم له في بداية الأمر إلا أربعة: أبوه وأمه وزوجته وأبو هريرة. فغضب الرجل وقال: هؤلاء ليس فيهم خير، لم يسلموا ولم يقبلوا الإسلام. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم بالدمار والهلاك، لكن الحبيب الرحيم الرؤوف صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالهداية. وفعلا سيأتي هؤلاء جميعا مسلمون على يد طفيل، سيأتون مسلمين على يد طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه إلى المدينة في السنة السابعة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ويتقدمهم هذا الرجل المبارك الذي ما فتحت كتابا ولا سمعت خطبة ولا سمعت درسا ولا فتحت صفحة إسلامية إلا وجدت اسمه أبو هريرة. عن أبي هريرة أن أبا هريرة قال: قال أبو هريرة سمعت رسول الله، قال أبو هريرة كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. أبو هريرة أسلم في السنة أو دخل المدينة في السنة السابعة، إذن مدة لقياه للنبي صلى الله عليه وسلم أربع سنوات فقط، ولكن بارك الله له في هذه السنوات الأربع. وكان أول هم اهتم به أبو هريرة وأول ابتلاء ابتلي به أبو هريرة لما دخل المدينة أن أمه كانت معه ولكنها لم تسلم. كيف تموت أم أبي هريرة وهي غير مسلمة؟ كيف يطمئن أبو هريرة على أمه إذا ماتت على الشرك، خصوصا وأنها جاءت من قبيلة دوس إلى المدينة المنورة ورأت الحبيب صلى الله عليه وسلم وحضرت في مدينته طيبة الطيبة؟ كيف ستموت على الشرك؟ أبو هريرة حرص على أمه أن تدخل إلى الإسلام أشد الحرص. وذات يوم دخل إلى أمه وبدأ يمدح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمدح لها الإسلام، لعلها تؤمن، لعلها تستجيب، لعلها تسلم، لكنها لم تستجب له. وفي هذه المرة لم تكتفي بعدم الاستجابة، وإنما زادت على ذلك أنها سبت الرسول صلى الله عليه وسلم وشتمته، قالت: لا تحدثني عن هذا الرجل، فإنه كيت وكيت وكيت. فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى بكاء الحزن الشديد، كيف أن أمه تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا ماتت على هذه الحال ستذهب إلى النار. وجاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه أبي هريرة علامات الحزن والبكاء. ما بالك يا أبا هريرة؟ ما الذي أبكاك؟ ما الذي أحزنك؟ قال: يا رسول الله، أمي، حزني على أمي يا رسول الله، لقد أبت أن تسلم، أبت أن تدخل في هذا الدين العظيم، أنا خشيت أن تموت أمي على الشرك، أن تموت على الكفر. وأكثر من ذلك، فإنها اليوم أسمعتني فيك ما أكره، أسمعتني كلاما شديدا قاسيا: يا رسول الله، إني أخاف أن تموت أمي على هذا فتدخل النار. وهنا رفع الحبيب صلى الله عليه وسلم يديه ودعا دعوة مستجابة،
لأم أبي هريرة فقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. كلمة واحدة، دعاء عجيب من الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرح أبو هريرة فرحا لا يوصف، غاية الفرح، لأنه علم أن الدعوة ستستجاب، وانطلق يجري يركض إلى بيته ليبشر أمه بدعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولما أراد أن يدخل البيت استأذن على أمه، أي طرق الباب واستأذن لكي يدخل على أمه، فقالت: انتظر انتظر فإني أغتسل. وهنا سنة أن يستأذن الإنسان عند دخول بيته، إما بصوت أو بالسلام أو بإشارة، لكي لا يدخل على أهل بيته وهم في حال يكرهها. ولو كان أهل البيت فيهم أمك أو أختك أو زوجتك فالاستئذان مطلوب. قالت: انتظر. فاغتسلت وخرجت وهي مبتسمة، بعد أن ودعها وهي غاضبة خرجت وهي مبتسمة وهي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. جاء ليبشرها فبشرته، جاء ليعاجلها فعاجلته بهذه البشارة العظيمة، أسلمت وحسن إسلامها. وانطلق أبو هريرة يجري فرحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليه فقال: يا رسول الله إني أبشرك، لقد أسلمت أم أبي هريرة. يا رسول الله زدني دعوة أخرى. بعد الدعوة الأولى التي كان فيها الدعاء لتسلم قال: يا رسول الله أدع لي ولأمي. فقال يا رسول الله: اللهم حبب عبديك أبا هريرة وأمه إلى كل مسلم ومسلمة. دعوة من الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهكذا أصبح هذان يحبهما كل مسلم، وأنا أشهد الله أني أحب أبا هريرة وأحب أمه وأتقرب إلى الله بحب أبي هريرة وبحب أم أبي هريرة. أسأل الله تعالى أن يجمعنا بهما مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ووالدينا والمسلمين في الفردوس الأعلى. آمين، والحمد لله رب العالمين.